تختتم الجامعات المصرية اليوم انتخابات الطلاب بتنصيب رئيس ونائب لرئيس اتحاد طلاب الجامعة، حيث حسمت جامعة القاهرة اسم رئيس اتحاد طلابها ونائبه في انتخابات جرت. للتعرف على الوضع من جامعة القاهرة تنضم إلينا على الهواء مباشرة سالي سالم مراسلتنا من هناك. سالي، كيف جرت هذه الانتخابات وهل هناك مقاعد لا تزال حتى هذه اللحظة لم تحسم بعد؟ أهلا بك أحمد. ها هي بالفعل ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب تعود من جديد في جامعات مصر، والتي بدأت منذ يوم 10 ديسمبر، وذلك بعدما وافق مجلس الوزراء على اللائحة الطلابية الجديدة. اليوم بالفعل اختتمت هذه الفعاليات في المرحلة الأخيرة بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم، وأيضا رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة ونائب هذا الرئيس. يعني حصل هذا الرئيس على المقعد أو الرئاسة بالتزكية، وأيضا نائب هذا الرئيس حصل عليها بالتزكية لعدم ترشح أي من الطلاب أمامي. يعني يمكن تستمر حتى الآن الانتخابات الخاصة باللجان أمناء هذه اللجان ومساعديهم. ويسعدنا أن يكون معنا على الهواء مباشرة دكتور محمد عثمان الخشت، وهو رئيس جامعة القاهرة، ليطلعنا كيف سارت هذه الانتخابات والإقبال من قبل الطلاب. أنا في البداية برحب بحضرتك يا فندم. برحب بيكي وبالسادة المشاهدين. وأنا يعني حضرت الانتخابات الطلابية، المدرج أكبر مدرج في الجامعة مليان بحضور كل ممثلي الكليات. في الحقيقة واضح أن في نوع من التوافق بين الطلاب والتوافق القبلي، هما في كليات خلصت بالانتخاب وكليات خلصت بالتزكية. والتزكية دي عايزين نوضح معناها إيه، يعني أن الطلاب بتتفق مع بعض قبل الموضوع ان هم هيختاروا مين. خلاص هو بيطلع يرشح نفسه، ما فيش حد بيرشح نفسه قصاده، بيبقى بيتم ايه اختياره. العمليه كلها تمت في زجاجه، في صناديق زجاجيه، والفرق اللجان اللي فيها انتخاب الطلاب بنفسهم هم اللي فرزوا الاصوات علانيه امام الجميع. فعمليه الانتخابات الطلابيه في جامعه القاهره هي عملية شفافة وفي النور، وكل عملياتها واضحة جدا وتمارس أمام الجميع. ما فيش صناديق مغلقة، ما فيش موظفين بيتدخلوا في عملية الفرز، كلها بحضور كل الطلاب. ترى انقطاع هذه الانتخابات، يعني عدد من السنوات، قد أثر على إقبال بعض الطلاب على المشاركة في الانتخابات أو الترشح، يعني هذا هو حصول بعض الطلاب على مقاعد بالتزكية، يعني عدم وعي من قبل الطلاب أم اتفاق؟ يعني كما ذكرت، يعني هناك البعض يقول أنها عدم وعي من قبل الطلاب، فبالتالي لم يترشح أحد، فبالتالي أخذ بعض الطلاب المقاعد بالتزكية. لا، أصل ده لو طالب قاعد لوحده وبيرفع إيده ومفيش حد قاعد معاه، لكن المدرج كله مليان، كل طلاب الكليات موجودين وحاضرين وبيشاهدوا العملية. يعني فأنت عن نفسك كنت موجودة في المدرج وشفتي أن المدرج يضج بعدد الطلاب. أكبر مدرجات الجامعة مليانة بالطلاب، طلبة واقفين، فده بيتم. فإزاي ما فيش إقبال على الانتخابات؟ وكل والمدرج اللي بيتم فيه اختيار رئيس اتحاد طلاب الجامعة مليان عن بكرة أبي، ما فيهوش مكان فاضي. فانتوا كنتوا موجودين وبقيه وسائل الاعلام موجوده، سواء الزملاء الصحفيين او القنوات التلفزيونيه، وشهدت هذا التجمع الكبير. فهذا التجمع يدل ان في اقبال على العمليه الانتخابيه. إذن أصبح لدينا اتحاد طلاب لجامعة القاهرة، ما هو الدور المنوط به هذا الاتحاد؟ ويعني كيف يشارك رئيس الجامعة في زيادة وعي هذا الاتحاد، لزيادة وعي بالطبع الطلاب في جامعة القاهرة؟ احنا بنوعي الطلاب بضرورة المشاركة، والمشاركة حتى كانت موجودة قبل الانتخابات الطلابية، لان اكبر مساحة من الانشطة الطلابية بيتم ممارستها الان في الانشطة الفنية والانشطة الرياضية والانشطة الثقافية ومهرجان المنافسة على العروض المسرحية القصيرة شغالة بكل قوة، الطلبة بتشارك في كل الانشطة، الكاميرات والتصوير خير دليل على هذا. احنا بنوعي الطلاب بضرورة احترام قواعد العملية الديمقراطية. يعني في قواعد، في لائحة الناس بتلتزم بيها، بيعبروا عن رأيهم. مفيش طالب حد قاعد جنبه وغصب ولا حاجة. في لجان تمت فيها عملية الانتخابات وانت شفتيها وكنت موجودة في المدرج، صناديق زجاجية، الطلاب اترشحوا قدام بعض، تم التصويت، الطلبة فرزوا الأصوات في اللجان، تم إعلان الفائز، كلها عمليات مفتوحة. فأنا شايف إن نسبة الإقبال على الترشح نسبة كبيرة جدا. يعني عدد الطلاب اساسا اللي كانوا مرشحين، خلي بالك في فرق بين المرشحين وفي فرق اللي بيصوتوا. المرشحين كانوا 1545 طالب،
1545 طالب مرشحين نفسهم عشان يبقوا اعضاء الاتحاد، فدي نسبه كبيره جدا، ده دول المرشحين فقط. يعني اللائحه الطلابيه الجديده يا فندم، يعني هناك بعض التعديلات التي اضيفت على هذه اللائحه لتحد من بعض التدخلات، يعني سواء الفكريه او يعني السياسيه التي كانت توجد في بعض الجامعات. يعني اللائحه الطلابيه تم ارسالها للجامعات، الجامعات قالت رايها، الجامعات بعتت المجلس الاعلى للجامعات، المجلس الاعلى للجامعات رفع في الدرجه الاعلى لمجلس الوزراء، مجلس الوزراء بعت لمجلس الدوله، لان مجلس الوزراء ده سلطه تنفيذيه، مجلس الدوله ده سلطه قضائيه، مجلس الدوله راجع اللائحه. فانا لا، خليني بقى اقول لك، اصل هو في ناس بتتكلم اي كلام، هيجيبوا لي نص بيعيق اي حريه؟ مفيش. شكرا فندم لذيك الوقت. شكرا. يعني أحمد، عودة إليك مرة أخرى في الاستوديو. ها هي اتحاد طلاب جامعة القاهرة من بين اتحادات الطلاب على مستوى الجمهورية، تم انتخابه الآن وسيقوم بالدور المنوط به في اتحادات الطلاب. عودة إليك مرة أخرى. شكرا جزيلا لك سالي سالم، وكذلك الشكر موصول للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الذي تحدث إليك في ختام فعاليات الانتخابات الطلابية التي حسم فيها مقعد رئيس الاتحاد ونائبه عبر التزكية، بينما حسمت باقي المقاعد بانتخابات مباشرة.